واش الخوت كتعاودوا كلشي بخير مزيانين؟ اليوم طلعنا نسطح الاخوان وجبرنا واحد الجديد باقي في الهواء على الله نشبروه ما شاء الله. طلقت الحميمات في السطح وانا جبر واحد الذكر ديال المنظره ما شاء الله. ها هو كما كتشوفوا كيدور في القفص. يعني هذا باقي في السطح، يعني باقي هربان كما كتشوفوا. ها هو اللهم بارك الا كان كيبان لكم. باقي هربان الاخوان، غنحاولوا نشبروه، نحاولوا معاه بشي طريقه ان شاء الله. بقاو معنا نجربوا شي حل اخر حيت هو هو كيهودنا القفص الاخوان. غنجربوا معاه بواحد الطريقه ديال القفص ديال الصياده ونشوفوا. اخوان غنجربوا نعملوا هذا القفص ديال الصياده ان شاء الله، نحاولوا معاه باش ما يهربش. كما كتشوفوا دابا هو كيحاول يدخل عند القفص عند الطيور الاصدقاء ديالو، ولكن كيخاف مني. ها هو ما شاء الله دابا هو كيطير من القفص الاخر، مشى للقفص ديال الحدد. ها هو رجع ما شاء الله. من بعده ونحضيو معاه. كما كتشوفوا ما شاء الله كيدور، كيبغي يدخل لديك القفص ديال الصيادة ولكن ما عرفش معين. نتسناوه نطلبوا من الله. هو كيبغي يدخل عند الاخوان ديالو. نشوفوا في الضلة، عملنا له تما الا ما كانش خدام نجربوا نعملوا فوق العش ونشوفوا في الضلة اذا خدم. كتبان لي الطريقه ما خدمتش يا الاخوان، غنجرب طريقه اخرى لانني نهبط القفص فوق العش ان شاء الله ونحاول معه. كما كتشوفوا دابا هو الاخوان قدامي ولكن شكون اللي يشبرو، وما خصنيش نحاول معه بشي طريقه يعني خايبه باش ما يهرب شي مره. ها هو ما شاء الله مشى للقفص الاخر. غنحاول ننزل القفص ديال الصياده هنايا ونشوفوا فيه الضله. ها هو الذكر رجع الاخوان. مشيت عدت لهم القفص ونفر هرب، ما عرفتو فين مشى. ها هو يرجع مره ثانيه، غبر واحد شويش عاد رجع. دابا عملت له القفص ديال الصياده، عملت له من الجهه الاخرى. نتمنى الله يهود ليلو. هو كيدور به القفص هو من الجهه الاخرى، عملت له فيه الاكل، نتمنى من الله انه يهودي له. ها هو كيجي القفص ديال طائر الحداد، كيبغي يدخل عنده ولكن طائر الحداد لا مشى قرب ليه مشى الزبل. راه الا مشى شبرك طائر الحداد مشيتي فيها. كيضل هو دخل فوسط القفص الاخوان ولكن ما تشبرش، او فوسط مصيده الاخوان لكن ما تشبرش، ما عرفتش علاش. نحاولوا نشبروه من راسنا. احنا شبرناها الاخوان. هو طائر المنظران ديالنا اللهم بارك، ذكر كما كتشوفوا تحميره باينه في الفم ديالو ما شاء الله. ذكر ايزابيل اللهم بارك، ندبروا له شي انثى ان شاء الله وتولعوا به. هذا ما كاين الاخوان. كنت معنا في طريقه الصيد ديال الطائر، واخا ما تصدتش بهذا القفز هذا حشم بيا ولكن صديته بيدي.
كان هذا هو الفيديو ديالنا. السلام عليكم.